شمس مو إضاءة. شو صاير؟ Ladies and gentlemen, welcome to ATP channel. This is Enzi Bushinki program. Hi, how are you? شيك هذا تغار تغار ايش تتكلم انجليزي؟ اي اغاني في متابعين عندنا انجليزي لازم اكلم اتكلم معاهم. لا لا صدق إيه؟ صدق انجليزيك إيه؟ يعني خطير تغار. عيدها لا والله ما توقعت والله يلا. والله ما يعني مو الحين ما توقعت الافتتاح. قولها مره ثانيه الله يخليك. حاضر. لا لا ليش؟ لا عطني عطني مره ثانيه. لحظة لحظة تصوريني؟ اي صكوا الإضاءة و... من أول من أول تكفى إيه؟ حط أنت تكفى شنو مصدومة من الأول تقني من أول جديد يلا يلا 1 2 3 ليديز أند جنتلمان ويلكم تو أي تي في جنان ذيس إز جنب ذيس إز أنزي بوشينكي بروجرام أهلا هاو أر يو ذيس إز أي تي في جنب شانل شانل شلون شانل؟ لا ما توقعت صراحة بس يلا اوكي هاو ار يو ار جود؟ ويلكم تو اي تي في جنم اخ يا فيصل مبارك عليكم الشهر متابعينا ومشاهدينا الكرام الاعزاء اللي قاعد تتابعونا من خلال شاشات اي تي في وابلكيشن تيك توك اللايف اللي قاعد ينزل كل يوم اليوم الكم 12 من يوم رمضان اليوم ثاني يمعة من شهر رمضان وفضلكم طبعا وفضل مجهود فريقنا الرائع اللي كل يوم قاعد يساعدنا علشان الحلقه تطلع احلى واحلى من كل يوم وفضل الرعاة طبعا الرسميين لهالبرنامج الجميل قدرنا نوصل خلال فتره قصيره وصلنا حق نجاح ساحق الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله يعني حتى طبعاً برنامجنا سوري ما قاطعت ماني قاطعتك البرنامج الحمد لله يعني مشاهد من كل انحاء الخليج ربي لك الحمد اي ربي لك الحمد يعني انا يعني والله انا مستانس على الردود لي تضحك الحين مستانس وايد على الردود صراحه يعني عن يعني عن طريق عن طريق التيك توك عن طريق السناب عن طريق شنو الردود يعني شنو تفاعل يعني الناس شنو جمهور لا لا ما ابي انا ردود وافعال ابي شنو الجمهور بالانجليزي الكومنت كومنت لا الفانز الفانز للبرنامج فانز البرنامج فانز يعني معجبين انزين يمكن هم الجمهور بس مو معجبين لا معجبين في البرنامج يعني قاعد اتكلم يس قاعد اتكلم معك عن الناس المعجبه في البرنامج رب لك الحمد لا اليوم فلها ضحك ما سولف طبعا اكيد نشكر جميع الرعاة اللي ساهموا بشكل كبير في نجاح البرنامج من بدايته ونذكر ان ما زالت ابواب الرعايه مفتوحه للجميع نبي نقدم اكبر عدد من الجوائز للمشاهدين يستاهلون طبعا اكيد متابعينا واليوم عندنا مشاركه حلوه طبعا مشاركه جميله من مكان ما اتوقع ما في احد ما يحبه كلنا نحبه صح كلنا رحنا ولعبنا هناك اللي هو شنو بينت بول يس شنو بينت بول اي اي صح 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 لا 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 يا حظي يس 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 مو رايح بينت بول بلا رايح رايح والله ببطل قلبي الحين على الهواء لا لا رايح 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 مواليد صج 51 لا لا حيث رايح رايح اللي المسدسات والهذا واللون اللون اللون ما تذكر البرنامج اللي كان على فنون قبل بلا الفريقين فنانين ايوه اي اي رايح له شايفه عند الابراج مكان يصير اي صح عدل شفت شلون قاعد اطفرك انا زين كوبون هذا جديد توا يعني عندنا حق المتابعين طبعا تستاهلون وطبعا ودنا نكون عند حسن ظنكم دائما وتطلعون بقدر كبير من الهدايا حق رمضان حتى باكر في اشياء جديده ان شاء الله باذن الله لا والله ان شاء الله يعني الحين بهالاسبوع ليش؟ وايد هدايا وايد قاعد تدلعونهم يا اخي يسهلون متابعينا يسهلون اي والله اي والله يسهلون يسهلون انزين انت الحين عندك فقره تيك توك لازم تشكرهم انت اليوم اي طبعا اشكرهم اي لانه هم طالبين طلب خاص ان فيصل دشتي هو اللي يشكر يعني انا اول شيء ابي اشكر عشان اقراها وينها اي تيك توك وانا اكمل الباجي لا تحاتي علي الباجي يعني شكرا للراعي الرسمي لهذا البرنامج تيك توك على رعاته لبرنامجنا اللي يبي يحمل تطبيق تيك توك حمله على 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 رعايته على رعايته يحمله عن طريق الاب ستور نعم ويحمله عن طريق الاجهزه اللي تدعم ال اي او اس صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ كمل ما
ما عليك انت عشان اذا غلط ما ارد ايدي اذا صح ارد اكمل لا تدعم شنو؟ تدعم والله والله انه مكتوب بالعربي والله مو بالانجليزي يعني كاتبين ليا بالعربي اي بس ليه ايش المشكله لما تقرين كلمه انجليزي تعربينها مشكله هذه لا شلون كاب يعني لا كاب طبعا اللي اجهزتهم جالكسي اللي انت جالكسي من وين تنزل من جوجل بلاي اللي هو اندرويد ايوه بالضبط اي كاب مكتوب بالعربي جوجل بلاي ستور عن طريق الهواتف اللي تدعم نظام التشغيل اندرويد او عن طريق الابل ستور للاجهزه اللي تدعم الاي او اس بالانجليزي وبالعربي كاتبين لك يا الايفون صح انت ليش عندك خلفيه بالموضوع اعرف اللي قلته فعل ماضي انت اللي عندك خلفيه في الموضوع هذا عارف الموضوع في عند يعني ما شاء الله مسترسل مواليد 51 انا مصيبه بالضبط انا ما عندي يعني الاجهزه هذه انا تخيلي انا لو بيدي اقسم بالله ارد ايام قبل المسج العادي تبي صدق وبالنسبه لي وايد انت تشوفني وصور ودنيا والله والود ودي انه بس في اتصال وفي مسجات بس شكرا والله ما نبي تدرون ليش انا ودي اليوم افتح موضوع اليوم موضوعنا هذا شنو سوشيال ميديا راح نتكلم احلى والله شذابين اي والله العظيم اليوم عن السوشيال ميديا والله ما ادري تخيل شيء فجاه لا لا الحين صار في حمل كبير على الفنان ما خلينا نقول الفنان خلنا نشكر الرعاة سريع علشان صدق قديش بالموضوع انزين وطبعا تقدرون تتابعونهم عن طريق الانستغرام تيك توك عرب اوفيشال الخاص بالبلاد العربيه وتيك توك تيك توك فقط بدون عرب اوفيشال اكاونتهم العام تلقونهم الحين موجودين على الشاشه كما نشكر ايضا الراعي الرسمي سوري الراعي مركز وايت لطب الاسنان والتجميل وتقدرون تتواصلون معهم عن طريق اكاونتهم بالانستغرام whiteclinic.kw وشكرا للراعي الفضي اسد الملابس والمستلزمات الرياضيه وعنوانهم السالميه شارع سالم المبارك مجمع الوطنيه ميزانيه وتليفونهم 65550266 ونشكر كروسفيت لاب ونشكر نجوان العطور للعطور طبعا علي الغانم واولاد التجاره ونشكر كل المقدمين لك بعد ايضا الهدايا بابا كنافه لابلو بيل معهد سبا ستيشن بينت بول منو اللي مقدم لنا اتيلي زينب الواوان فان كويست يعطيكم الف الف عافيه واحنا وايد اصلا احنا مستانسين يعني احنا ترى وايد كذي شرف لنا ان انتوا تكونون ويانا ونقدم هالجوائز الحلوه حق مشاهدينا يعني والله صح. ان شاء الله اي قلنا لابلوبيل وسبا ستيشن نرجع حق موضوعنا اللي هو صار في حمل كبير على الفنان اليوم صح. غير انه هو لازم يتواجد بالشاشه غير انه هو لازم يتواجد بالمسرح والتمثيل والافلام والمسلسلات والدنيا لازم يتواجد الحين بالسوشيال ميديا لان السوشيال ميديا صار له متابعينه يعني فئه مهمه يعني انت اذا مو موجود على الشاشات اليوم لازم تكون اكتف يعني انا اعرف فنانين ما قام يشتغلون يعني مسلسلات بس متواجدين على السوشيال ميديا زين ندش بالموضوع صدق ولا اجاملك ولا شغل لا لا صدق ابي الصدق الصدق صار السوشيال ميديا غير انه هو لا اضراره ولا سلبياته انسى انا ما احب اتكلم وايد بالسلبيات احب اركز اوصل الضوء على الايجابيات صار الموضوع ان انت تاخذ فلوس اكثر ماشي وتسوي الشيء اللي بمزاجك انزين طبعا حق الناس اللي تختار الشيء نقوى ماركه عالميه مختارت اختارتك انت كوجه الاعلامي حقها اعلان وايد حلو تواجد شكلك اصلا مرتب يطلع شكلك مرتب مو شكليا اقصد شكلك يعني انت كفيصل دشتي تطلع بالصوره الحلوه اليوم بهالمسلسلات بعض المسلسلات وبعض المنتجين علشان لا حد يفهم غلط لانه تعبت يطلعوا يا اخي يلقون فيك شلون شلون ما يقدرونك لا فنيا لا اجر يبونك يهلقون فيك يبونك يخليك مثلا يطلع خارجي يخليك تبدل باي مكان ما في تقديرات اليوم انت تروح لاعلان حاط ريل على ريل هالكرفانات وهالدلع وهالشيء هذا ترى معنوي صح. انت في مرات عادي تروح انت بدون فلس ولا تاخذ شيء بس لان الناس مقدرتك اليوم انا بالبرنامج ابي كذي ابي كذي ابي كذي ابي كذي ابي كذي واشياء مو قاعد تبطر بس اشياء من حقي وما حد يقول لا يعني ما حد يقول يلا شال مصاريف ما في كذي بالمسلسلات بعضهم تلقى ما عندهم الروح المهنيه هذه يعني لحد الحين يعني في بعض المنتج يعني على فكره خليني اقول شيء انا مو يعني انا ما راح يعني اطلب
لكن راح اقول يعني احنا ما قاعد نطب اي لا لا احنا قاعد نوجه ضوء لا اني انا اللي بقول لك اللي بقول لك انه في بعضهم مو اختصاص 100% مو اختصاص يو شافوها تجاره فقط حطوا هذا المجال بعينهم انه هو تجاره صح. دخلاء ممكن يكونون يعني فينا تجارة منتجين تجارة. انا عندي اثنين من المنتجين دزوا لي نصوص قلت لهم تقرا يقول لا والله ما قرينا كلهم كذي ما يقرون نصوص انت كمنتج مو كلهم انت اسفه البعض يعني منهم اللي هم خلاص ايه ايه اللي سيطروا شوي انت كمنتج اذا بتقدم نص لازم تكون عندك خلفيه كامله عن هذا النص وين بيروح شنو ابعاده شنو تحضيراته شنو راح تذهبه ليش يعني ما ليش ما تجهز والله كلمه حق بقولها والله العظيم السنه هذه انا اشتغلت بحضن الشوك مع ان تدري هالسنه اكثر سنه اتي لي عروض معنا يعني ماذا لو كنت وياهم افراج مشروط كنت وياهم دفعة القاهرة كنت وياهم مو كسورا بحد بس خلاص صار في انت صار فيك ان انا لي متى اختار الدور 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 وانا باللوكيشن تعبان فهمت انا باللوكيشن هالكان تعبان يعني مو 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 مرتاح نفسيا انا بالنسبة لي لا تعطيني ولا دينار والله العظيم ريحني نفسيا انا اكون نفسيا مطمنة اللي حواليني البيئة حلوة مرتاحة صار هذا بالنسبة لي أهم من أي شيء وارجع أقول مكسورا بالكل بس أنا اخترت الأنسب لي طبعا الناس في اثنين داشين الحين بالساحة يبدأ كمنتجين اللي هم هيا عبد السلام وفؤاد علي من الناس اللي أول إنتاج هم طبعا أنتجوا بس أنا بالنسبة لي أشتغل وياهم فأول إنتاج شيء خيال يا اخي فؤاد تدري لانه فنان ايوه صح بالضبط لانه فنان تولي قاعد اقول لك هالكلام قاعد اقول لك لانه فنان عارفين شنو 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 اللي بيقدمونه هم مروا بهالظروف كفنانين اشتغلوا وشافوا المعاناه اللي عانوها كفنانين فاكيد لما ينتج يعني راح يوفر كل السبل الراحه حق الفنان الموجود معه فطبعا انا ايد الفنان اللي يصير منتج لان هو عارف شنو تفاصيل العمل كامل من الف للياء حلو الحين هذا موضوعنا حق اليوم طبعا احنا ما نبي وايد نذكر السلبيات هم نبي لا لا اكيد ايه طبعا ايه بس ما نبي عشان لا حد يفهم يموتون على هاللقطة نرجع روح فاصل يا جماعة ونرجع لكم ليلى nothing to lose ايش صاير اليوم ليلى نازل عليك اني اجنبي to lose اوكي 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 never look back زي قول لهم نطلع فاصل بالانجليزي يلا You go to break out, you're back again. Thank you. طبعا احنا اليوم معنا ضيفة وضيفة زميلة زائد انها يعني منورتنا بالكويت اول شيء زائد ان هي مسؤولة عن يعني هذا الشيء اللي احنا فيه لحد الحين يعني عن 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 طريق تيك توك معنا كوثر الخليلي مذيعه ومسؤوله المحتوى والشراكات في تيك توك برافو برافو صح كل عام وانت بخير كوثر حبيبتي كل عام بخير حبيبتي وكل عام وبخير لكل المشاهدين طبعا وعساكم العايدين والفايزين يا رب ونحن كثير مبسوطين انه طبعا موجودين ببرنامج انزل بوشنكي اللي اخذنا الرعاة الحصري اذا فينا نقول والذهب لإلهم زين بس قلتش طبعا انت وقاعد تطالعون كل يوم تفاصيل للهاشتاج كل يوم اي كل يوم زين شنو قاعد يصير نبي نعرف التفاصيل من عندكم انت وتكونون طبعا ادق اكثر منا لا غير البوش اب تبعت امس بوش اب بوش اب لا يا ليت بوش اب بوش اب تبعت بوش اب الحلو انه قبل ما احكي لكم اكثر بتفاصيل تيك توك وشو هو تيك توك وين القهوه خلينا نضيف كاركتر ترى وايد نحيس هو عشان تعرفين حرام عليك لا لا والله 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 صدق واي شوفي خبرك شيء ليلى احلى شيء بتيك توك انه سرعه الانتشار بشكل كثير كبير يعني اذا انتم كشخصيات مثلا يمكن معروفه على الصعيد العربي اكثر نحن بدنا نساعد اكثر تنعرفوا على الصعيد العالمي ومش بس العالمي حتى العربي ولكن يمكن تونس ليبيا المغرب الجزائر مصر ما كثير انفولد او كثير بيعرفوا بتفاصيل التلفزيون او القنوات او هالاشياء فالحلو بالموضوع انه صار في انتشار كثير كبير للهاشتاج اللي هو انزل اندرسكور بوشنكي على تيك توك وحتى العالم قامت تشير الفيديوهات تستخدمها على
الانستغرام كمان مش بس على التيك توك، لانه نحن الحلو بالابلكيشن انه مده الفيديو 15 ثانيه، فسرعه الانتشار بشكل كثير كبير، وبالتالي ممكن تعمل له نشر على الواتساب، على الانستغرام، على تويتر، صحتين وايد سهل هو حبيبتي عافيت. فهو الحلو صار وصلنا اكثر من 1.5 مليون اتوقع 500,000 مشاهده على تيك توك ما شاء الله. انزين سؤال، من هم المشاهير العالميين او العربيين اللي قاعد يستخدمون الابلكيشن؟ شوفي في نحن كثير عرب مشاهير يعني استخدموا الابلكيشن وبعضهم عم يستخدموه، بس خليني اقول لكم اول شيء عالميا نحن عندنا اول وحده استخدمت التيك توك هي شاكيرا، بعدين عندنا مؤخرا انضم لنا مستر بين. ايه لانه هو سولف يسولف عادي ولا بس ساكت مستر بين؟ لا عنده مستر بين عنده حساب وبيطلع فيديوهات وبيعمل لايف من 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 الحساب تبعه. والله شو رايك انت بضيفه مستر بين؟ بس مستر بين وعندنا كمان كاردي بي موجوده على على تيك توك. اما عربيا في كثير اسماء، من اهمهم يمكن الحضري لعب الفوتبول. وي وي سوري 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 خليها خليها حتى يشوفوا انه نحن بيطلع دغري فيديوهات، بالعكس شيء كثير حلو. فجأة وبالكويت عندنا ليلى عبد الله وفيصل دشتي عندنا بالحساب يا بعد قلبي. وطبعا في الفاشينيستات الكويتيات موجودين والسعوديات ازوال كمان موجودين عندنا. زين سؤال، شلون 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 الواحد يعني اللي مو عارف لانه او مو فاهم شلون يقدر يحمل كاو لقيته؟ شوف حتى ابعث له مسج خليه يعمل لك فولو باك. قولي له شوف بتعرف عليه بال بالتيك توك. التيك توك شوف تيك توك هو اول شيء، انا خليني اخبركم شغله، انه نحن السنه الماضيه طلعنا اول تطبيق عالميا من حيث الداونلود او حيث تحميله على كل انواع التليفونات ان كان اي او اس او ايفون، يعني مثل ما انت حكيت اي او اس او اندرويد بلاي جوجل بلاي او اي تليفون انت عم تستخدمه بيدعم هالخاصيه. فنحن اول ابلكيشن صار لها تحميل السنه الماضيه، وهي تعتبر اول ابلكيشن اذا فينا نقول للفيديوهات، الفيديوهات اللي هي بتقدر تسجلها بكل لحظة. كرمال هيك نحن اسمنا أو يعني بنستخدم اللوجو تبعنا اللي هو يعني كل لحظة بحياتك سجلها بتيك توك، لأنه مثل ما قلت لك هو بس 15 ثانية. طريقة الاستخدام ما في منها ما في أسهل منها صراحة. أي وايد سهل صدق. هلا هو الناس شوي يمكن تستصعبها لأنه نحن لسه مش العالم أخذ جو أكثر عليه، ولكن عنا نسبة من الـ من الـ من العرب والخليجيين بيستخدموه بشكل كتير كبير، يعني أنت عندك أكثر من 800 مليون مستخدم حيوي شهريا بتيك توك. أنا أتوقع أختي ممكن تحوسها جلطة إذا ما صورت فيديو تيك توك. هي صدق لا هم متعودين دودو أي واي واي اللي بيتعود عليه خلاص بيدمن عليه. صح لازم أنت تحبيه وتتعود عليه لتدمن. عادي بتفتح أكاونت بتحط تيك توك بالعربي أو تيك توك بالإنجليزي على الاب ستور وبينزل عندك هيدا التطبيق، بس حط الايميل او رقم التليفون وهي هي. زين سؤال كوثر، شو اللي خلاكم ان تصيرون الراعين الرسمي لهالبرنامج؟ برنامج انزل بوشينكي برنامج كويتي انتوا طبعا مالكم يعني صح هذا اللي قلته بالبدايه. انا شوفه نحن بهمنا كثير انه يعني لما بدنا نوصل مسج للعالم نعرف مين اللي نختار اشخاص معينين يوصلوا المسج، وبنفس الوقت نحن نضمن انها توصل المسج سواء مين ما كان يكون عم بيقدم هذا الموضوع. ولكن انا لما كان في حكي بينه وبين فيصل على الموضوع لما شفنا الفكره، هلا طبعا نحن الفكره شوي غريب لانه هي اول مره بتاريخ تيك توك بالعالم العربي بيعملوا رعاه لبرنامج برا، عاملين رعاه لبرنامج. فانتم حصريا اول برنامج صراحه اخذته الرعاه بأقل من اسبوع صارت القصه صراحه. شو اللي طبعا لان انا وياك عشان تعرف شنو اي فري لوكي فور ذات بري شو شنو لوكي لوكي فور ذات قاعد مع اثنين ما يرحب السنه الجايه ايش فيك. شوفي قبل ما اكملكم عن تيك توك، على فكره امبارح كنت عم خبر فيصل عندنا شخصيتين بلبنان مشاهير نعرفوا من وراء واحد ما بيعرف يحكي انجليزي والثاني بيعلق عليه. عن جد مين؟ وجدي ومجدي. وجدي ومجدي بيطلعوا كانوا على التلفزيون بلبنان نعرفوا من هذا الشيء، واحد منهم ما بيعرف يحكي انجليزي مثل فيصل او اذا بده يحكي بخربها. يعني ما لاحظت على طول مين عن جد؟ اي عن جد عطول لبناني. والثاني مثل ليلى اللي هو بيعلق بس شغلته بالحياه يعلق على وجدي ومجدي. شنو عادل كرم كان؟ عادل كرم اوكي. والله امبارح عم بقول له خليكم على هالموضوع خليكم هيك عفويا. هو والله على فكره والله صدق فعلا عفوا ترى ما احنا ما سوينا. لا انا عم بحضر شفتكم امبارح وانا اتمنى كنت لو اجي اطول وقت لحتى اقدر اشوفكم لانه مبين الموضوع عفوا ما في تحضير قبل. شو اللي خلينا نختار اول شيء انزل بوشينكي
البرنامج فكره، ثاني شيء الاسماء اللي عم تقدمها، وطبعا مع القناه اللي عم تعرض عليها، لانه مش اي قناه بتقدر انت تروحي على حسب مين عم بتتابعها. فاول شيء انت كشخص قريب كثير للاعمار اللي احنا بدنا اياهم، تمام؟ فيصل عامل انتاج او فكره للبرنامج كثير حلوه، والفكرتين شيء بيشرف يعني مثل ما بقولوا شيء بيشرف، شيء عن جد بيفتح النفس مثل ما بقول. والاحلى والاحلى انه انا لما جيت امبارح انصدمت بالديكور صراحه، بالتلفزيون يعني مبين كثير صح؟ مبين وبيجنن. بعد امبارح بقول ابو ركان، بس انه يعني اقصد بالصج انا اشوفه احلى. لا لا حتى غريب، حتى اول مره وايد حلو بالصج احلى صراحة. اول مره أو اول مره غير ليلى، بتعرفي البرامج اجمالا بالتلفزيون برمضان معروفه، مذيع بيقعد وبربح العالم واتصالات ما ادري شو. انتوا عندكم اول شيء عفوية بالبرنامج، بس شوي بدنا تركيز اكثر على تيك توك لو سمحتوا. واي فشله، تدرون انت وشنو قاعد طالعون يعني الحين ولا لا؟ قاعد طالعون كنا اجتماع مفروض يكون بس على الهواء على الهواء بالضبط لحتى نعمل انزل بوشنك اثنين ان شاء الله. ان شاء الله ليلى، والله بالعكس احنا بيشرفنا كمان، وهي بالعكس نحن كثير مبسوطين، ومش بس الاداره بتيك توك مبسوطه لانه هن عم بيتابعوكم. يعني تخيلوا نحن في فرق بيننا وبين الصين 5 ساعات، وهن عم بيتابعوكم كل يوم كل يوم كل يوم مباشر. فهذا الشيء الحلو بالموضوع، الحمد لله رب العالمين. طيب كوثر، طبعا احنا كثير سعيدين انه انت معنا اليوم وعم بتقولي لنا على ابلكيشن تيك توك وعلى الهاشتاج، وسعيدين بالمعلومات بعد اللي قاعد تقدمين لنا اياها. فبتمين ان شاء الله تاخذين الاتصالات معنا وتفوزينهم. فوزهم ها؟ بعدين انت مذيعة؟ انت مذيعة بس كوثر. واي لو قايلين لي كان اليوم مريحة بالبيت وطالعكم. والله. يلا الو اول اتصال. اي والله انا بشكر كوثر قبل انا اخذ اتصال. يعني اول شيء مشكورة ان يعني هي وايد مشغولة، عندها ايفنتات برا، بتروح السعودية بعد كم يوم. عندها ايفنتات صح؟ اي فمشغولة مسكينة. اي بتروح السعودية وبتروح عندها كذا. بس عادي عندها ايفنت مهم. ايفنت 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 ايفنت. خلوه عادي، ترى انا بالعكس معاك. يعني انا اول شيء اشكر تواجدك معنا. ثانك يو. يعطيك العافية. وسوري نعتذر للايفنتات اللي طوفتها كوثر. اي والله، فانا وايد سعيد تكوني معنا هنا بحلقة اليوم. واهم عشان توضحي لنا اكثر وحق المشاهد بعد ان على التفاصيل، حتى ابي تكلمي بعد شوي بعد الاتصال عن موضوع الهاشتاج وعن موضوع شلون طريقه الهاشتاج. ثانك يو فيري ماتش. الو اشوا ما قال ثانك يو فيري ماتش. الو من معنا؟ جاسم. سوري. السلام عليكم. عليكم السلام. لازم ننوه عنه بس يلا. بارك لك الشهر. علينا وعليك حبيبي، شلونك؟ زين الحمد لله. كم عمرك يا جاسم؟ هلا يبا. عمري 13. العمر كله يا رب حبيبي. قول لي فيصل. قول لي امرني. بطلب منك طلب. امر. ابي اطياب مرشود. تبي مجموعة المرشود صح؟ ايه. ان شاء الله حاضر، بس انت الحين جاوب. ايه قول لي. وابي زينب الواوان. شنو يبي؟ زينب الواوان. حاضر ان شاء الله. يا اختك قاعدة يمك يا الوالدة اكيد. اكيد إنزين. يلا عطنا نعطيك أول شيء بس السؤال وروح على طول نشوف الجواب ونعطيك الجائزة. أوكي؟ أوكي. يلا سؤالك يقول من هو مكتشف أمريكا؟ كريستوفر كولومبوس. خليه يقوله. واحد كولومبوس. كريستوفر كولومبوس. اثنين ماركو بولو. ثلاثة جون كابوت. أربعة فاسكو دي غاما. ديغاما. واعتقد ان ديغاما ها ماركو بولو. لول منو شو اسمه؟ كولومبوس. حلو حلو. لا تسمع منه يا جاسم. جاسم جاسم والله يدخلك بالطوف. بالعكس كريستوفر كولومبوس وانت صح، برافو. ألف مبروك يا أبو حمود حبيبي، جائزته من زين البواوان ومجموعة المرشود. عليك العافية. فاسكو دي غامبا. دي غابة مو اسم. فاسكو دي غامبا. طبعاً في تنويه سريع بقوله، طبعاً علشان تكونون متواجدين في داخل البرنامج في فقرة الكروسفيت، غير أن أنتوا ترسلون اسمكم وحرف كاف على 60 70 7 11 8 في شيء ثاني، ان انت وتصورون طبعا تسوون فولو حق انزل بوشنكي على ابلكيشن تيك توك، تصورون فيديو بتيك توك مدته 15 ثانية انزين، راح تسوون طبعا السيت ابس او البوش ابس، شيء رياضي سريع. البوش اب شنو سيت اب؟ انا ما اعرف سيت ابس.
سيت اب يعني ما ادري المهم عن سيت اب خليك على بوش اب اي شنو سيت اب هذا زين بوش اب كذي 10 مرات 5 مرات اللي تقدرون عليه بس تبي فيديو حلو منكم زين وتنشرون الفيديو على تيك توك وانستغرام مع الهاشتاج انزل بوشينكي و تيك توك اوفيش تيك توك عرب اوفيشال عرب بس أوفيشال. هو افضل ليله بتعرفي لو حتى لو ما بدهم يعملوا بوش اب يمكن بعد الافطار ما له الخلق يعملوا اي اكيد عادي صوروا ليله صوروا ليله وفيصل بالبرنامج انتم عم بتتابعوهم استخدموه الفيديو على اكونتكم بتيك توك اعملوا هاشتاج انزل بوشينكي وهن حيقدروا يشوفوا هذا الفيديوهات وبنختار ان شاء الله اكثر فيديو عليه مشاهده وهذا الهاشتاج والهاشتاج موجود على الشاشه يعني الناس راح بالعربي وبالانجليزي كيفكم زين الو اتصال الثاني فاطمه حار انا اليوم انا ما سالتيني ليش انا لابس شم طويل ما ادري عشان البرد لاني مريض ما قلتي سلامات سلامات لا أيوة صدق أيوة والله اي والله اي والله ليش والله اي والله سلامات لا تي خلاص ذبحتني النشوه وين رايح وين بشوف هذا شنو ما ادري شنو هذا لا يطوفك بط من نتش لا اوكي الو يا فاطمه فاطمة هلا والله هلا يا فاطمة شلونك؟ لحظة خليني أصور خير الله يسلمك ترى أنا ما قاعد أسمعها شو أخبارك يا فاطمة أنا سامعها الحمد لله فاطمة أنت قاعد تشوفينا ولا برا؟ لا والله أنا بالمباركية بالمباركية إيش قاعد تسوي بالمباركية؟ والله قاعد الجو صراحة حيل حلو رطوبة الجو حلو ها؟ إي زين عليك بالعافية إذا سمعيني أقول لك قاعد تسمعينهم ليلى ولا ما قاعد تسمعينهم؟ يعني خفيف لا اعطيها انا سؤال يعني؟ يعني اي زين يلا دامك انت برا بنعطيك السؤال على طول، اوكي فاطمه؟ اوكي من يتحمل العطش اكثر من الجمل؟ لا سيدنا الضب الضب؟ لا خل اعطيك، واحد الفيل، اثنين الزرافه، ثلاثة وحيد القرن، أربعة فرس النهر احس الزرافة ما ليش الزرافة نفس ليلى؟ ما أدري ليلى ترى ما تعرف الإجابة ولا أنا أعرف بيني وبينك. الزرافة؟ صح؟ صح الزرافة. الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي. عدل يا فاطمة. الله علي. فاطمة حصلت معانا كبون مشتريات بقيمة 250 دينار من أتليه زينب الواوان. للفساتين الافراح والخطوبه نعم وربحتي معانا بعد كربون مقدم من استديو فوتو البي بي عليك بالعافيه عدل اي عدل لا لا صح صح كلامك انزين تتفضلين تقرأين السؤال وال في اتصال اي في اتصال يلا ناخذ اتصال الو وايد حر الو الو السلام عليكم وعليكم السلام بارك عليك شلونك غزاله الله اي نعم هلا حبيبتي شو اخبارك؟ اسمها غريب حلو حلو كثير اسمك كل عام وانت بخير وانت بخير حبيبتي بارك عليكم الشهر علينا وعليكي تبارك غزاله شلونك؟ تمام الحمد لله صاير عندك زين غزاله بس طبعا معنا اليوم كوثر كوثر هي اللي بتسالك السؤال اوكي؟ اي سؤال اساله اسهل واحد لإلها ليلى ليلى ردي ها هلا طلبتي عطيتك يا بعد عمري هلا ابي اطيب المرشود وزينب الواوان حبيبي احنا ترى الكوبون اللي عندنا مو اطيب المرشود تنويه هذا الى جميع المشاركين والمتصلين كوبوننا مجموعه المرشود اوكي اوكي ابي زينب الواوان حاضر زينب الواوان عليك طلب كثر الكوبونات حبيبتي زين السؤال وايد سهل ما هي أصغر دولة عربية مساحة؟ قطر، البحرين، الكويت، الإمارات. سهل. البحرين. لا بحرين صح بلا بلا بحرين. أبديم. جاهزتك يا غزالة كوبون مقدم من زينب الواوان. وكوبون من مجموعة المرشود وعليك بالعافية تستاهلين يا غزالة منو؟ ألو يا واضحة هلا والله يعطيك العافية الله يعافيك واضحة كانك ما أدري قاعدة معانا ولا؟ إي معك إي أوكي بالبيت ولا برا؟ في البيت قاعد تشوفينا؟ إيه لا ما أشوف ليش ما تشوفين؟ طفيت التلفزيون بعد؟ تبي جائزة واضحة؟ اي ابي طفي التلفزيون تبي جائزة؟ عشان ما زعلت
اي صح صح اهم اهم صح كلامك. شو اسمه الحين مدزج فني ستلايت عشان يسوي لك سمعي واضحه. يلا السؤال. السؤال عند كوثر. يلا شو ما هو اقرب كوكب الى الارض؟ هل هو الزهره، عطارد، المشتري ولا بلوتو؟ خلينا نشوف ليلى شو بتقول وفيصل شو بقول وانت مين بتختاري. انا الزهره. انا اقول عطارد لان وايد اسمع فيه. حلو وايد حلو. زهره مع ليلى يعني الزهره. عدل عدل يا شباب. ليلى ولا فيصل؟ شنو؟ مظبوط طبعا. اشكرك اشكرك واحمدك يا رب على المعلومات والمخ ما شاء الله العبقري. انت عبالك لما قلت لك 96 قاعد فلسف عليك. بركان محمود باكر لازم تحط ولي الاجوبه. لا ما يصير. ما قاعد اقرا السؤال وما اعرف الجواب. لا ليش ما عندك معلومات؟ انت اكيد مو حاطي لك. والله ما في ولا شيء نفسي. قمت اشيك صراحه. إيه والله صراحة والله العظيم ما قاعد يقولون لي ولا. يلا انزين ايش فيك شعبالك؟ شنو 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 جائزتها؟ شنو جائزتها؟ ايه جائزة المتصلة واضحة واضحة. كوبون من نجوان للعطور وكوبون مشتريات بقيمة 250 دينار مقدمة من اتيلي زينب الواوان على فساتين الخطوبة والزفاف. حبيبتي عليك بألف عافية. خوش جائزة. زين انا ربحوني سالوني وربحوني. حاضر حاضر. بس تسلمين جائزتك على طول. متى مسافره انت؟ باكر. باكر الساعه كم؟ 4 العصر. بس عيال يمديك. زين نسالك هالسؤال. طبعا السؤال هذا حاليا حق كوثر. يلا لحظه خليني اصورك على تيك توك. انت عم تسالين السؤال غشيني بس. ها سؤال حق كوثر الحين؟ ايه طبعا. لحظه انا انصحك نصيحه. شو؟ اخذي كوبون لابلوبيل الصالون ومعهد سبا ستيشن. والله تشكريني. زين الصالون انا مش هون. ها انا مش هون للصالون. باكر قبل لا تفرين تسوي شعرك وروحي. والله العظيم مسوين لك احلى ويفي. تعال بعد. زين يلا. ما اسم اكبر ضفدعة في العالم؟ معلومة تعيش في الكاميرون فاسمها ضفدوعة الضفدع كامل. كرمت غوليان. كرمت كرمت. أنا أحس غوليان. أنا أحس ضفدوعة. غوليان اسم فرنسي. شنو ضفدوعة؟ صح ولا غلط؟ ضفدوعة اللي هو ضفدع بس صغير. غوليان. أنت اللي قلتي صح. إيه أنا صح. ضفدوعة أنا قلت. ضفدوعة ليش كرتون ببارة. هي صح. هي صح. أنا طبعا صح. غوليان. وهي غلط قالته؟ ايه. انت اعطينا جواز عين. لا عندكم تيك توك بكبرة. عندكم تيك توك بكبرة انت. ناخذ المتصل الجاي ونقول الو. عايشة. هلا والله. هلا حبيبتي شلونك شخبارك؟ الله يسلمك شلونك مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. حبيبتي علينا وعليك. محلية الشاشة. هلا؟ ليلى. وايد محلية الشاشة. يا بعد عمري والله عيونك الحلوة. كل يوم عن يوم تحلين الشاشة. عيونك الحلوة حبيبتي. ليو طلبتك حبيبتي. هلا يا عمري. بغيت منك عطور المرشود وعتلي زينب البوان. حاضر حاضر. لا تكفون زيدة والكوبونات هذيلة. حبيبتي ما قصرتي. إن شاء الله من عيوني. حاضر يا بعد عمري. حاضر. ما قصرتي. مجموعة المرشود وعتلي زينب البوان. إيه أحسن عشان يفضحونك إيش كثر تاكل. لا لا عليك بالعافية. السؤال يا عايشة. كم عضلة يستخدمها الإنسان في الكلام؟ 14 24 34 44. أساعدك؟ بالمدرسة. أساعدك؟ تكفى خلي أقول. قول. لأن أذكرها. إيه. 34. عايشة. هلا. رقمين متشابهين. 44. 44. صح. 24 آلي. 44. والله قالوا لك إياها. لا تحلفين. لا تحلفين. غششتوا صدق؟ اكيد غششتوا. لا عندي المعلومه يعني. معقوله سؤال المخرج انا سالته قلت له غششتوا يقول يعني. سؤال معقوله لهالدرجه انا ابيض يعني ما افهم شيء؟ اكيد عندي معلومه من خلال يعني العشره اللي صارت بالبرنامج. يعني انت يا فيصل ابيض كذي كذي ميح. لا يعني والله بالعكس ترى يعني روحك حلوه وشخصيتك تينن بس مرتاح ترى. ما ادري. اي والله ما لك وقف افكر. انزين جائزتك يا عايشه كوبون مشتريات بقيمه 250 دينار من اتيلي زينب الواوان وكوبون مقدم من مجموعه المرشود للعطور. نطلع فاصل كنا؟ لا قبل الفاصل نسولف مع كوثر. نسولف مع كوثر. كوثر تبي قهوه؟ لا لا حبيبي انا ابي قهوه. ماشي انا يا ربي كل انسى. اي زين كوثر قولي لي.
سولفي لي عن تيك توك اكثر، يعني ابي 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 تفاصيل وايد عنهم مثلا. شوف يعني انا اذا بدي اقول لحدا ما عنده تيك توك ليش ينزل تيك توك؟ تيك توك الحلو فيه انه مثل ما قلت لكم بالبدايه هو سرعه انتشار، يعني اي حدا حابب يصير عنده متابعين ومشاهدات سواء كان شخص عادي او مش او مشهور بيتوجه لتيك توك، لانه سرعه الانتشار بشكل كثير كبير، نظرا مثل ما قلت لك عندنا 800 مليون مستخدم بالعالم شهريا. كمان الاشياء الحلوه انه هو مثل ما حكينا هو منصه مخصصه فقط للفيديوهات، ونحن حاليا بالخليج صرنا تقريبا 6 اشهر عم نحط دعم لهذا الموضوع لحتى اكثر يصير العالم يستخدمها ونشهر الناس اللي عم تستخدم تيك توك اكثر واكثر، لانه في عدد كثير كبير من الناس، يعني انا شخصيا من الناس اللي استخدم تيك توك واستخدم كل وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ولا مره كان عندي بس 4000 على وسيلة معينة من التواصل وقدرت حصل أكثر من 150 ألف مشاهدة. على تيك توك أنا وصلت لأكثر من 200 و300 و400 ألف مشاهدة، لأنه الفيديوهات اللي عم تستخدمها الهاشتاجات، نحن عنا شيء اسمه تحديات أسبوعية، ما أنه أنت تحديات البرنامج، فنحن عنا تحديات أسبوعية بتصير. نسينا قناوي اليوم، احنا ليش مو معطينا وي كوثر؟ تعرفين قناوي؟ ها تعرفين قناوي؟ ترى مشهور اكثر عنكم والله. واي ايش الاحراج الاسبوع اللي احنا رمضان الجاي بنعمل لك لك برنامج بس يا قناوي. بعد فتحت حساب بتيك توك قناوي؟ زين يجز مسج تبي يفتح حساب بتيك توك زين كوثر هلا حبيبي هذا سوري كملي اللي قاعد اقوله. اي بس كنت عم اقول لك يعني الحلو انه سرعه انتشار، وكمان انه هو بيعتبر من رقم واحد من وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة للفيديوهات. هاي هي، وعندك برايفسي أو عندك تأمين على في خصوصية بشكل كتير كبير بالابليكيشن، مش مين ما كان بيقدر يدش ويبعث لك مسج أو مثل باقي التواصل الاجتماعي عندك خصوصية بهذا الموضوع. لازم أكون أنا أعمل لازم أنا أعملك فولو وأنت تعمل لي فولو لحتى تقدر تدز لي مسج. خصوصية ومحافظة على كتير أشياء. وبالخليج عندك في كتير حدود ما فينا نتخطاها نظرا إن إحنا بمنطقة عربية خليجية احتراما للعادات والتقاليد الموجودة. أنا كوفر لاحظ فيه سؤال، في رقابة على تيك توك علشان نطمن الأهالي طبعاً عيالهم يعني عندهم أكاونتات؟ خذيتي السؤال من هني. ايه تخيلي والله. ايه يا ريتك طلبتي مليون دولار واخذتي مني. اي والله جراني. طبعا في رقابه للاطفال، في رقابه على المحتوى، يعني نحن كل فيديو بينزل او بينتشر بتيك توك عندك اول ثلاث ساعات تقريبا بيكون موقف الفيديو لتتم الرقابه عليه، لتتم مثل ما بيقولوا فحص الفيديو، فحص الاغنيه، فحص الكلام المحطوط على الفيديو، بعدين بيتم نشره للعام. والا لانه في كثير في كثير حدود ما في الواحد يتخطاها، خاصه عم برجع بقول لك نحن بالخليج، فانا عم بركز اكثر شيء على المنطقه العربيه والخليج. وحتى المشاهير يعني حتى اللي اكونتاتهم موثقه نفس الشيء بيخضعوا للرقابه، يعني حتى كل الاهل اللي عم يتفرجوا علينا هذا الموضوع يعني كثير امن. يعني كل الفيديوهات اللي تنزل على تيك توك لازم كلها مراقبه، كلك حتى انا فيديو انا اللي لي انا حسابي مراقب. بيتم مراقبه كل المحتوى. هذا شيء حلو بالعكس يعني لازم هذا لازم امن بكثير. وبلس في عندك اشياء يعني ما ممكن تحصلها، يعني نحن قبل كان معروف التطبيق هو تطبيق اكثر للاغاني والليبسينج وتقليد الاصوات وتقليد المطربين وهالاشياء، هلا صار في عندنا شيء اسمه ديو، يعني اذا في عندك اي فنان مثلا ليلى او انت عاملين فيديو معين بيقدر العالم تشاركك فيه للفيديو وبينتشر بشكل كثير كبير، ساعتها بيساعد على شهره الشخص وشهره المشهور. وكمان صار عندنا محتوى السياحه، عندنا شراكات كبيره عملناها مع صناع الامل، مع الشيخ محمد بن راشد المكتوم بدبي، وعندنا كمان قريبا حيكون مع كثير من الحكومات الخليجيه لحتى نوسع اكثر ونفهم العالم انه هو مش بس للاغاني او للليبسينج، عندنا سياحه، عندنا طبخ، عندنا فن، عندنا ثقافه وكثير اشياء. وايد حلو. زين نروح فاصل ونرجع لكم متابعينا وتعرفون معلومات اكثر عن ابلكيشن تيك توك. يلا رجعنا معاكم مشاهدينا مره ثانيه. كوثر سؤال، ابي عمليه توثيق الحساب في 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 تيك توك شلون؟ طبعا توثيق الحساب نحن في عنا اكثر من خاصيه، يعني عنا في منشئ محتوى اللي هو بيكون لانه تيك توك عبارة عن مش بس بتصور فيديو بتنزله، فيك تعمل له مونتاج، فيك تضيف عليه أغاني، فيك تسرع، فيك تبطئ، يعني هو عبارة عن مثل كمبيوتر للمونتاج ولكن عبارة عن أبليكيشن تقدر تمنتج فيديوهاتك، فهيدي بيسمى تحت سوري هذا أنا أقدر أسوي إديتنج تيك توك؟ أي أي أي, أي.
شنو يعني؟ بتقدر تساوي فيديو وتغير. يعني الحين انت لا 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 شنو لحظة يا فيصل عشان بس ايديتنج شنو ايديتنج يعني مونتاج ايديتنج ايديتنج يعني الحين انا اصور فيديو زين وين اروح بعدين؟ لا مو اصور انا عندي اوريدي فيديو انت عندك اوريدي فيديو اول شيء بدنا ننتبه انه لازم الفيديو يكون بحجم الشاشه يعني ما فيك هون بتفوتي على الكاميرا تمام ما فيك تفوتي على هون عندك فيديوهات بدك تختاري اي فيديو بدنا ننتبه انه ما يكون ماخوذ ولا من اي وسيله تواصل اجتماعي ثاني لا يعني انا اذا عندك بالكاميرا بالتليفون عندي كام مثلا اي واحد هذا مثلا مثلا اول شيء لازم يكون بحجم الشاشه اللي هو هذا المزبوط أوكي؟, اوكي انه يكون كذي بالطول مو بالعرض صح مزبوط ابى اشوف اول شيء بشوف المفروض يكون بحجم الشاشه مثل ما انت عم تفرجيهم ثاني شيء اهم شيء باي فيديو لازم تحطوا موسيقى يعني ما تخلوا الصوت الفيديو من دون اي صوت لازم ينحط موسيقى لحتى يكون في حقوق حصريه لصاحبه الفيديو الحين ما في صوت مثلا الحين ما في صوت بتروح على النكست او التالي تختاري في شيء فوق بالابلكيشن عنا اسمه سيلكت ساوند صح سيلكت ساوند بتفوتي بتختاري عنا اللايبرري فيها اكثر من مليون اغنيه او انشوده او 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 بتختاري اللي بدك اياها وبتنزلي انتهى الموضوع وكل الاغاني طبعا اللي موجوده عليها رقابه وكل الاغاني عليها رقابه كل الاغاني عليها حقوق طبعا نحن اخذين حقوقها والا ما بتنزل ما شاء الله يس والاسرع انتشارا البوم مزبوط. رمضان موجود الاكثر الاكثر استخداما والله حبيت زين سؤال شلون جت لكم فكره تيك توك لا هذا بتسالوا فيها صاحب التيك توك شوفي هي التيك توك لا عندي طبعا التيك توك هو شوفي هي اصلا الشركه كبيره This is a good idea good شو idea لحظه لا حبيت اشارك بس الله يخليك الله يخليك كل يوم خليك معي عشان يعني تتحملين هالمعاناة معك ما تبون اشارك باي كلمه لا لا اشارك جود ايدي اشارك بالعربي عادي ولغتك اصلا حتى فيصل فتح اكاونت ومنزل فيديو هو عم يحكي فيه سيلفي هيك عم بيقول انه تابعوني بعد شوي لايف على تيك توك وانا موجود معكم على تيك توك وعم بيقول لي وسيله بتعرفي مين قال مين علمه تيك توك مين انا كان يقول توك 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 ما اسكت اسكت سمعت اول ثلاث حلقات وقلت له فيصل اسمه تيك توك مو التوك توك تبع مصر شو سوري طبعا انا وايد قاعده اسال لان انا طبعا يعني لان اختي وايد تستخدم الابلكيشن فابي اعرف معلومات ابي اعرف اشياء حتى انا يعني من الناس اللي حبيت الابلكيشن مؤخرا شنو قصدكم في كلمه تيك توك هل هي الساعه لانه لا 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 هو مثل اسمها مثل ما قلت لك هي شركه باي دانس شركه عالميه عندها اكثر من 15 ابلكيشن تحتها ومن بينهم تيك توك تيك توك هو بس لانه بيرمز لكل شيء هيك فرايحه مبسوط يعني حتى الفئه العمريه اللي بتستخدم تيك توك بتلاقيها الفئه العمريه اللي هي النشيطه اللي اكتف كل يوم بتنزل فيديو 2 3 4 فاختاروا الاسم اللي هو ريليتد لكل شيء هيك بتحسيه عن جد يعني سريع سريع صح احنا وهو هذا نظام الابلكيشن واو ها كرمال هيك سجل كل لحظه بلحظتها عن طريق تيك توك فكل اللي عليك سو ايفر بقلب انجليزي معك؟ يس يس اوكي فيصل فيصل فروم يعني هاو ماني دايز يو داونلود ابلكيشن؟ ميبي 20 داي ميبي 20 داي يس اوكي ارسلي معاه اي بعد اند هاو يو فايند ات؟ ام جود يو لا مش تعال تعال ارجع ارجع السؤال الثالث الثالث اللي السؤال الثالث Do you want me to verify your account? Yes Why? What do you do in TikTok so I can verify your account? قناوي شنو قالت الأخت؟ مالك فيها؟ زين ناخذ الاتصال ونقول ألو لازم تدش دورة إنجليزي ضروري باخذك وفاء وفاء عن تيك توك ألو أهلا يا وفاء شلونك؟ ألو ألو يا وفاء أيوة حضرتك أهلا يا وفاء إزيك؟ الله يسلمك حبيبتي كل عام وانت بخير وانت بخير وانت بصحة وسلامة تسلم وكل عام وانت بخير ان شاء الله كده رمضان كريم يا وفاء ربنا اكرم ان شاء الله حبيبتي انت اكيد مشاركة في البرنامج عشان القناوي طبعا ربنا يبارك فيكم ان شاء الله ربنا يعينه انت بتحضري البرنامج ولا لا لا بتفرج عليه بس اليوم القرقعان طبعا والناس كلها طالعه برا اي بس وفاء خل اقول لك معلومه على موضوع القرقعان احنا قبل على ايامنا القديمه من انا مواليد 51 ايه
قرقيعان ترى هو بضل 15 كنا نسوي 14 15 الحين من اول رمضان الحين من اول رمضان يبلشون بالقرقيعان لغايه 20 رمضان ما يصير يعني انا ما حبيت الموضوع صراحه اي يعني 15 14 15 ايوه طبعا طيب يا وفاء هسالك كده سؤال على السريع وسهل ولو ما عرفتيش الاجابه هساعدك فيها ماشي ربنا يبارك لك ان شاء الله طيب السؤال بيقول اين يعيش الكنجر اين يعيش ايه الكنجر الكنجرو الكن 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 غير ايوه الكن اللي بيحطوا ابنه في بطنه على ما اظن في الصيران يا حضرتك ايوه صح صح, صح يا وفاء طيب وفاء لا راحت راحت وفاء موجود وفاء ايوه حضرتك شنو تبين كوبونات اللي حضرتك تمر بيها يا حبيبتي لا انت اطلبي عندنا ملابس اتيليه عندك خطوبه أيوة. ولا زفاف قريب ايوه بنت ان شاء الله عروسه يلا طيب إن شاء الله. عندك كوبون ب 250 دينار مقدم من اتيليه زينب الواوان ربنا يبارك ولان فرح بنتك قريب كمان أيوة. هنديكي كوبون 100 دينار مقدم من وايت كلينك للتجميل ربنا. وكوبون من معهد سبا ستيشن وكوبون من صالون لابلوبيل عداني العيب اهو عليك بالف عافيه مبروك يا وفاء مبروك من اللي وراه؟ الو يا شيخه نعمان عطني كاميرتي مع عليكم عليكم السلام شلونك؟ بخير الحمد لله مبارك عليكم بالشهر انت وين رايح؟ حق الك وين رايح؟ ابي ميشو ميشو لا ارجع ارجع لا هني تقبل ارجع ولا لا لا والله بس زين لحظه انا عندي معلومه عن شيخه يلا قولي شيخة دازة 53 مسج عشان تشاركين بالبرنامج هل هذا صحيح؟ صج؟ والله صج؟ شنو؟ شيخة ألو شيخة صج دازة 53 كوبون عشان تشاركين بالبرنامج كوبون صج دازة 53 مسج عشان تشاركين بالبرنامج؟ إيه يا بعد بس على طول من غير بس تفوز شنو تبين؟ إلك مبروك بغيت اسألي زينب الواوان الأبيض المرشود مو أطياب مجموعة المرشود مجموعة المرشود أوكي تفضل زين تبين يعني من أتيلي زينب الواوان ومن مجموعة المرشود إي خلاص بس عليك بالعافية الكبر عليك بالف عافية يا شيخ الله يعافيك يعطيك العافية يلا باي باي يا ربي انا اليوم لابسه يعني جوتي رياضه قاعدين يطول الوقت تحركين كذي ها اي تحركي خذي اخذ راحتك احبسها احبسها منو لا لا لا, لا, لا انا ايش سويت يا كوثر ايش سويت لك انا اللي كل يوم اقول ثانك يو تيك توك وثانك يو تيك توك انا اللي كل يوم اقول لا بس هي في معلومه ما عرفته ان كل ضيف يسجل اخر خمس دقائق ما تدري يا راجل زين ناخذ الاتصال الجاي ونقول الو نوره نوره نورة ألو يا نورة نورة راحت اللي بعده موجودة نورة ألو السلام عليكم السلام سلام. يا نورة ألو أوكي أنا يا نورة ألو إيه نسمعك يا نورة شلونك ألو 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 شلونك يا نورة هلا شو أخبارك تمام نورة أنت بالبيت ولا برا بالبيت حلو قاعد تشوفينا؟ هلا؟ قاعد تشوفينا ولا لا؟ لا ما ايش حق قاعده بالبيت؟ شنو ليلى قاعد تلعب؟ ها ولا هان على كروس انت ها؟ ايه لعبي والله ممكن نربحك من الاتيلي تربحني؟ ايوه كلم نور انا يلا نوره شلون هذه؟ شو طريقتها؟ زين خلي اعطيها جائزه بدون سؤال يلا كابون مشتريات من مجموع لا مو هذا توي ما اعطينا هذا احنا كابون مشتريات بقيمة 250 دينار من اتيلي زينب الواوان زائد كابون مقدم من استديو فوتو البي بي عليك بالعافية نورة هلا يول نعم كم واحد كم طقة سويتي؟ شلون؟ دفتي؟ مبروك يتعب ها؟ يتعب ايش عبالك ماذا؟ ماذا؟ اللي بالانجليزي What's wrong؟ لا تبي تصدم؟ وصلنا ختام الحلقة. بعد؟ أي والله. ليش لسه بدري؟ أي والله لسه بدري. يعني يا جماعة ليش ما
نمدد؟ نمدد لا بعد في ثلاث دقائق استاذ يعني ليش؟ اي عشان نسولف فيها مع كوثر. اي يلا نشكرها. نشكرها اي والله ترى كوثر يعني احنا سعيدين جدا ان انت معنا وان تيك توك هو الراعي الرسمي للبرنامج وترى خوش اب والله انا وايد احبه. والله انا حتى انا حبيت الصراحه. ماذا؟ شنو حاب تضيفين شيء كمان؟ بس انا كمان بدي اتشكركم وان شاء الله هيك يكون عندنا سيزون ثاني وسيزون ثالث وسيزون رابع باذن الله. وكمان بدي اخبر كل اللي عم يتفرجوا علينا ما ينسوا يحملوا التطبيق تيك توك ان كان يكتبوها بالعربي ولا بالانجليزي، يحملوا التطبيق ويفتحوا حساب ويتعرفوا اكثر على الابلكيشن. طبعا ما عليه فلوس ببلاش ينسوا. مجانا طبعا ما كل شيء مجانا؟ كل شيء مجانا، نحن بنعطيك فلوس احيانا اذا كان اكونتك حلو وفي مشاهدات نحن بنجيب لك اعلانات. أوه شوفوا هذه والله يعني أي أحد يقدر يطلع فلوس بالبيت. أي أحد ما ضروري تكون مشهور أو فاشينيستا أو أو أو، مجرد ما يكون عندك مشاهدات حلوة وعندك أرقام حلوة دونو كثري فيديوهات. فهي هي أنا بس اسمحوا لي بالنهاية بدي أتشكر مراد كولكشن الكويت على الدراعة وبدي أتشكر كمان زهرة من صالون نيل ستيشن على الميك اب. أي والله بالعكس دراعات اشتري وايد تينن. تعرف نحن ما عندنا دراعات بالإمارات؟ ايه ما عندنا دراعات بالامارات، نحن نسميها شيء ثاني، بنسميها مثل جلابيه او جلابيه؟ ايه بنسميها جلابيه. احنا بلبنان ما عندنا، نحن بلبنان ما عندنا شيء. يلا مشاهدينا وصلنا معاكم حق ختام حلقه اليوم. شو زعلانه؟ اي والله زعلانه بسرعه مر الوقت، ايش دعوه؟ لا ما عجبني. يلا معلش باكر يا وقت خفف شوي. وصلنا ذا اند خلاص يعني. اذا اوه اوكي مشاهدينا. اوه لافلي. اوكي مشاهدينا. لا لا استاذ بس تكفى قول الختام بالانجليزي بس. ثانك يو فيري ماتش اول بادي اند سي ذا تي في توداي ماي. يلا باي باي تصبحوا على خير.